ما هي التسهيلات لل خلينا نقول السلفة اللي راح تقدم، سلفة السكن تحديدا؟ يعني أنا أتفق معك إنه كان أكو عندنا بيروقراطية تعيق هالقضية، لكن إحنا الآن نحاول نسهلها. الآن مثل دولة الرئيس زار قبل فترة صندوق الإسكان الوطني وتابع وطلب وصار يعني تسهيلات القروض. قضية الإجراءات راح صارت تصير أسهل. قضية أيضا يعني السنوات، يعني الآن إحنا نعطي يعني قرض 20 سنة وبدون فوائد، هذا أيضا قضية يعني يسموه لها تحقيق. لها تحقيق يعني قصدك شو التحقيق يعني؟ طيب يعني هل تحقق شيء من هذه؟ نعم 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 الآن بدأت يعني لما عندنا الآن مبالغ متوفرة، تسهيلات سهلة. طيب وأيضا قضية يعني القرض يمنح لفترات زمنية كلش طويلة، 20 سنة يعني وبدون فوائد. طيب فأكيد هاي جزء من الحل. يعني كونه من ضمن الكفاءات، أريد أذكر الكفاءات اللي خارج البلد. نعم. يعني ماذا قدمت من تخطيط أو نصائح أو شروط؟ يعني ما هي مسببات هذه الأزمة؟ قطع أراضي موجودة، أموال عراقية موجودة، أيادي عاملة موجودة. سابقا كانت الحجة بالوضع الأمني وعدم دخول الشركات للاستثمار، حاليا وضع مختلف جدا. ما هي أسباب تأخر هذه المشاريع السابقة؟ يعني التأخر الكبير هي قضية النظرة البيروقراطية اللي تعرقل يعني الإجراءات. يعني مثل كان سابق تحصل على قرض، قضية مو سهلة ترى، تمر بإجراءات وموافقات وضمانات قد يكون المواطن صعبة يقدر يوفرها. لأن احنا بدينا نسهل هاي الإجراءات. وأيضا قضية توفر الأرض المخدومة، الآن احنا هاي نركز عليها. دولة الرئيس الآن يطرح قضية لا يمكن نوزع أراضي غير مخدومة وغير كذا. طيب